نلتقي في جمعية الضحى الخيرية بمدرسة الطوارئ الجنوبيه في الحفل الختامي بالقرآن. نلتقي بالطبعة الأولى تحت فضيلة الشيخ العلامة رحمة الله عليه طاهر آية عجلت. الطبعة الأولى كانت تضم حوالي 50 طالبا، منهم الذكور منهم الإناث، المدة 21 يوم، هذا بمقر المدرسة القرآنية عائشة المؤمنين. يعني كان فيه نظام تربوي داخلي يبدأ من الساعة 3:30 صباحا إلى غاية 11 ليلا، مرورا بمحطات تربوية قيمة منها أحكام التجويد ومنها دروس خصوصية تعطى للطلبة، وكذلك الحفظ المكثف على أن اكتمل 21 يوم، واكتملت الفرحة، واكتمل الحفظ، واكتملت التتويج كذلك بثلاث حافظات للقرآن الكريم. في هذه المناسبة ندعو الله عز وجل كل المشاركين بلجة صحية تربوية ترفيهية لسهروا مدة 21 يوم على هذه الإضافة الجديدة لمدينة البيض وللوطن الجزائر الحبيب، فشكرا. تجلت في صفات الرجل المسلم نخوة ووقارا هدوءا وشدة في الحق، لا يرى في المجالس إلا أدبا جالسا. ومحمد شريف طاهر والشيخ أبو عبد السلام والكثير من القامات، وبعد تفجير المستعمل الهمجي للزاوية التحق مجاهدا وقاضيا شرعيا بجيش. وتعاقبت عليها أجيال حوالي 30 حافظا أو أكثر، وإحنا ربي إن شاء الله كرمنا في المدة الأخيرة كرمنا يعني بمقر يعني يتسع إلى أكثر من 250 وثلاثية طالب، وكان عندنا التميز ديال الطلبة هنا نختاروا هذه 50 طالب المتميزين والمتميزات من يعني من يعني مجمل اللي في المدرسة، وندير لهم يعني كما نقولوا تربص داخلي يكون تربوي اخلاقي ثقافي اجتماعي، يعني باش نحضروهم على اساس منا مخيم او اثنين، ان شاء الله تكون عندنا 30 حافظه او 40 حافظه باذن الله تعالى.